في 22 أكتوبر سنة 1956 اتنفذت أول عملية قرصنة جوية في التاريخ بعد اختطاف طائرة مغربية فيها 5 من زعماء الثورة الجزائرية، وعلى رأسهم أحمد بن بلة أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال. العملية اتنفذت إزاي؟ وإيه الحوار اللي دار بين بن بلة والرئيس المصري جمال عبد الناصر قبل اختطافه بساعات؟ ده اللي هتعرفوه معانا في 5 بالعربي. سنة 1954 بدأت شرارة الثورة الجزائرية بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني ولجأ الجزائريين للسلاح لتحرير وطنهم من الاحتلال الفرنسي للمرة الأولى بعد فشل كل السبل السياسية، وتوزعت منشورات بيان أول نوفمبر على المواطنين في الشارع، وقدموا أحمد بن بلة من مصر من خلال أثير إذاعة القاهرة. وفي بداية سنة 1956 بدأت مفاوضات جبهة التحرير الجزائرية مع الحكومة الفرنسية، وانعقدت المفاوضات دي في مصر ويوغوسلافيا وإيطاليا، وبعد حوالي 8 شهور توصلوا لصيغة اتفاق، فقرر القادة إنهم يطلعوا جيرانهم تونس والمغرب بالنتائج دي. أحمد بن بلة قرر يزور الرئيس المصري جمال عبد الناصر في أكتوبر 56، وقال له إنه هيخرجه من مصر على مدريد عشان يقابل باقي قادة الثورة الجزائريين، فرد عليه عبد الناصر مدريد مش الرباط، ورددها 3 مرات وكأنه بيحذره من حاجة هتحصل. وفعلاً طلع بن بلة على مدريد وتفاجأ إن زملائه تحركوا على الرباط بدعوة من الملك محمد الخامس عشان يتحركوا كلهم لاجتماع بورقيبة في تونس، فقرر يحصلهم على هناك. قادة الثورة الجزائرية ركبوا طيارة مغربية إير أطلس وتحركوا على تونس يوم 22 أكتوبر 1956، وهم في الجو طيران الجيش الفرنسي حاصرهم وخطف الطيارة باللي فيها عشان تبقى أول عملية قرصنة جوية في التاريخ. الجيش الفرنسي اعتقل أحمد بن بلة ومحمد بوضياف وحسين آية أحمد ومحمد خيدر، وهم قادة الثورة الجزائرية، وكان معاهم وقتها الصحفي مصطفى الأشرف عشان يمنعوا استمرار المفاوضات بين جبهة التحرير وحكومة فرنسا بوساطة تونسية مغربية. في البداية تم حبس القادة في مركز شرطة بالجزائر لمدة أسبوع، وبعدها اتنقلوا لسجن لاسانتي في جزيرة إكس، وفي مارس 1959 اتنقلوا لقلعة تيركان، وبعدها إلى قلعة أولنوي في فرنسا لحد 18 مارس 1962. حقق رئيس الأركان الفرنسي وقتها شارل ديغول مع القادة، وحاول يعمل معاهم مفاوضات جديدة باسم الجيش الفرنسي، بس القادة رفضت، عشان كده قرر يعاملهم كسجناء عسكريين وما كانش بيسمح غير للمحاميين بزيارتهم. بعد حادثة الاختطاف مباشرة اجتمع 25 دولة من إفريقيا وآسيا في الأمم المتحدة وأصدروا بيان مجمع عبروا فيه عن استيائهم لاعتقال الزعماء الجزائريين، وطلبوا بعرض مشكلة الجزائر على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الثانية في نفس السنة 1956.